يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بما تنصح طالب العلم المبتدئ؟ هل يحفظ كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أو هذا الكتاب كتاب تجريد التوحيد؟ كتاب التوحيد أوضح، لكن ما يكفي أنك تحفظه على نفسك، لا بد أن تقرأه على العلماء يشرحونه لك، ما يكفي أنك تحفظه على نفسك ولا تقرأه على أهل العلم، إلا هو أوضح من غيره. نعم.